المليونير المزيف، واحد من اللي بيرقصوا حوالين شويكار بيقعوا هنش على راسها، وواضح ان الوقعه دي تسببت في اصابه شويكار، او على الاقل صرخت، لان القطع لو تلاحظوا حصل على طول بعد الوقعه. الرجل الشرس واللي خد باله من الكومبارس ده عبد الرحمن رجب، ده بيتضرب فبيقع وراه وبيضحك. اما بقى ده لما زقه فلزق في الحيطه. عنتر زمانه بيخش عليهم العربية بيلاقوهم بيبوسوا بعض، وهو داخل عليها عشان يبوسها، التاني مفروض بيزقه، بس اللي بيحصل ان هو بيزقه عليها هو بقى، وبيضربهم وبيقولهم انتوا واكلين بصل، ما بيمسكش نفسه من الضحك. اوشن 14 والخد بقى من الكومبارس ده سمارة، الاتنين اللي راكبين الموتوسيكل المفروض يخبطوا في العربية، بيبان ان هما بينطوا بدري اوي على الحادثة. شبيه عادل امام، كنت بلاحظ ان شبيه عادل امام بيعمل حركه دايما في كل الافلام اللي بيظهر فيها، والحركه دي بتكون ارتجال منه، وهو انه ببساطه بيضرب الناس اللي جنبه بدون سبب. هنا مثلا في فيلم زمن الجدعان عمال يزق ويضرب في الراجل اللي هو عامل نفسه مصور، بس التاني بياخدها بضحك. هنا بقى في فيلم مسعود سعيد ليه بيبان ان هو بيبتدي يضرب الكومبارس اللي جنبه، بس حصل قطع قبل ما يعملها. وحتى هنا في فيلم الحب الحقيقي لما خبط على المكتب جامد، منى عبد الغني خافت وطلعت تجري من قدام المكتب ووقفت جنب محمد الحلو، ولما خبط تاني محمد الشرقي والله يرحمه هو كمان خاف منه. دخلت بالي من الكومبارس ده اسلام سعيد المخبر من فيلم خيانه مشروع، واللي هو مفروض كان بيمشي ورا سمير خشاب من غير ما تاخد بالها، بس المشكله ان هو كان بيستعجل، والمسافه اللي كانت ما بينه وما بين سمير خشاب كانت بتبقى باينه انها قريبه، وان هو ما كانش بيسيب مسافه كافيه، والمشاهد بتاعته كلها اتصورت بالشكل ده. مكتب ايه؟ اما هنا وهو بيبص عليه بيبان ان راسه طالعه بشكل كبير، وان هو في مكان رؤيه الممثل، بس عمل نفسه مش شايفه. تقدر تشوف بقيه الحلقات من هنا، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان ما يفوتكش الحلقات الجديده لما انزلها. لو انت كمان اخدت بالك من اخطاء وعايز تبعتها علشان تظهر باسمك في القناه، ممكن تكتبها لي في الكومنتات، او لو عايز تبعت لي صور او فيديوهات ممكن تبعتها على بيج الفيسبوك على فادي داري اونلاين، او على الانستغرام فادي داري. شكرا للمشاهده.